السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بداتو مع سيدنا رمضان، عواشر مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو ديال لي شوسون ان شاء الله بالكفته وبالزيتون قطع دواور وبالفرماج. المقادير كالتالي: عندنا الكفته على حسب لي شوسون اللي عندكم، عندنا بصله مشلضه رقيقه، عندنا شويه الزيتون مقطعين ودواور، عندنا الفرماج هكا شرائح، هاد الفرماج اللي كيدوب ماشي الفرماج الاخر ديال الطوست اللي كيبقى. مهم هذا زوين، انا حيت كناخذ طرف كبير وكنقطعو هكا طريفات. عندنا شويه ديال الربيع، عندنا الثومه غبره، عندنا شويه سكينجبير، شويه الملحه، عندنا شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم البلدي، عندنا شويه ديال الكمون، شويه ديال زيت الزيتون والكيتشوب. هاد لي شوسون كيجيو رائعين ما بين الملح والحلو، حيت كندخلو فيهم الكاتشوب كيجيو رائعين، وجربوهم وما غتندموش عليهم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات، كنديرو البصله، كنديروها في المقله وكنديرو عليها شويه ديال زيت الزيتون، كنديرو عليها شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، وتنخليوها تطيح مزيان. البصله تطيح مزيان هكذا، من بعد كنزيدو عليها الكفته، كنخليوها تشرب هاد البصلة تطفيها مزيان، كنديرو عليها شوية ديال التومة بودغ غي شوية، كنديرو عليها شوية ديال السكينجبير. ملي كنشوفو الكفتة البنات طابت مزيان، كنزيدو عليها الزيتون واحد جوج دقائق ولا ثلاثة حتى كيدخل مع هذاك الزيتون، وكنطفيو عليها. من بعد ما كطيب البنات الكفتة، كنزيدو عليها الكيتشوب، راه كتجي رائعة. كيجيو هاد لي شوسون غزالين، كيجيو مالحين وحلوين في الحلاوة ديال الكيتشوب، كيجيو غزالين. ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبداو نعمرو في لي شوسون. بعد ما البنات كتبر لينا الحشوة اللي درنا فيها الكيتشوب، غادي نقطعو لاباط فيتي هكا، نديروهم كاريين. اللي بغا يديرهم دايرين نديرهم دايرين، اللي بغا يديرهم كاريين نديرهم كاريين، صافي. وتنقطعوهم بحال هكذا، كنشدو الفرماج هو الاول، كنفرشوه هنايا، هانتوما البنات كيتفرش هو الاول فيهم كاملين. صافي، كنبداو نديرو الحشوة ديالنا. من بعد ما كنديرو البنات الفرماج بهاد الطريقة، كنبداو نهزو الحشوة ديالنا وكنحطوها فوق الفرماج هكذا، بالزيتون ديالها بكلشي ليها. كنعاودو هكذا حتى كنعمروهم كاملين، كنعمروهم كاملين. راه كيجيو البنات غزالين، جربوهم، انا ما غتندموش عليهم. الحلاوه مع الملوحه راه كتجي رائعه هكذا. وكنسدوهم هكذا، كنرجعو النصف الاخر كنرجعوه هكذا، وكنوركو عليه بصبعنا هنا هكذا، حتى كنكملوهم كاملين. داك الفرماج اللي كنخشيو في الفران كيدوب مع ديك الكفته، وكيجيو رائعين. يعني
هكذا، وتنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملو لي شوسون ديالنا. ملي كنكملوهم كلهم في الطويان كنضربوهم بالجراره من الجناب. اللي بغات دير الفورشيطه ديرها، اللي بغات دير الجراره الجراره كتخلي واحد ديزاين زوين هكذا حتى كنكملوهم. فوالا كيجي الشكل ديالهم رائع. هاهم البنات، ملي نساليو الزواق ديالهم من الجنب غنحلوهم من الفوق باش يتنفسو ما يجيوش منفوخين بزاف. هلا ملي كنكملو البنات السدان ديالهم كنحلوهم هكذا من الفوق وندهنوهم شويه ديال صفرة البيض. فوالا كيجيو زوينين. ندهنوهم بالصفر، كنكملو لي شوسون وكنحلوهم من الفوق، كنفتحو ليهم دوك الفتيحات، كنديرو الصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب وكندهنوهم كاملين باش كيجيو مذهبين من الفوق. هانتوما وندخلوهم ان شاء الله الفران على 180 درجة، ومن يبانو لنا تحمرو طبيعة الحال غادي نخرجوهم نشعلو عليهم لتحت هو اللول حتى كيتنفخو، عاد كنشعلو عليهم الفوق حيت إلا شعلنا عليهم الفوق ولتحت في دقة وحدة راه كيتفصو مكتنفخش ديك لاباط فويتي كتجيش زوينة. ومن بعد ما ندهنوهم كاملين بحال هكذا كنزينوهم من الفوق باش ما بغيتو تزينوهم البنات هكا شي حاجه خفيفه هكا غير باش يبانو في الطبله، وراه كيجيو غزالين مندمجين ما بين الحموضه والحلاوه. دخلوهم الفران وتلاقاو ان شاء الله منين يطيبوا. هما البنات لي شوسون ديالنا كيجيو رائعين، كيجيو مزوجين ما بين الحلاوة والحموضة. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، وما تنسونيش من لايك مع وصفات نادية. وشكرا وعواشر مباركة مسعودة. إلى اللقاء.